وذاك الإنسان دائما لا يطلب شيئا بعينه، وإنما يستخير الله في كل أمر. والاستخارة ما خاب من فعلها أبدا، لأنك تعلق الأمر بالله، تعلق الأمر بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. تقول اللهم نستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، إنك أنت علام الغيوب. تصور أنت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وعلمك هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني وآخرتي ومحيي وآجل أمري وآجله فاكتبه لي واقدره لي، وإن كان شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فصرفه عني واصرفني عنه، ثم اكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به. الإنسان إذا وكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يضيعه.